اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. جينا نشوفوا هاد الناس هادو اللي خداو واحد الهبة ملكية ديال كريمة. هاد كريمة شدوها كراوها صحاب الطاكسيات، من بعد سالا داك العقد بغاو يردوا الكريمة ديالهم، ما كيبقاوش باغيين يعطيوها لهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم، تحية نضالية لأرباب الهبة الملكية. أنا جاي من سلا حاليا، ديوان حميد، جاي من مدينة سلا. عطيوني ورقة باش ندخل تسقبني مادام محزوم. جينا للباب لقيناها مسدودة. واش مسدودة على المواطنين كاملين؟ مسدودة علينا حنايا المواطنين، كيجيو يدخلوا وحنا ما كندخلوش. علاش؟ ما نعرف، الله أعلم. تعليمات حنا بوحديتنا، انا بوحديتنا كيتسد علينا الباب. وانا جاي من سلا شاد التران وجاي لهنا باش تستقبلني، ما لقيتهاش قالك ما المشكل ديالي انا. السيد كيتماطل عليا في الخلاص وما مسوقش كاع عليا، ما كيعقدش عليا كاع نهائيا. قالت لي شهرين ويتسالي العقد، وهذاك السيد ما نعاودش نجدد معاه نهائيا. علاش؟ عندي ولدي، عنده البيرمي، انا بغيت يخدم عليا ولدي. انا كنلقيه في السبيطارات ومريض وجاي من سلا وما عندي باش نعيش، هو عايش مع راسو وكيقول لي جري طوالك انت، هذا اللي عطاها لك. وانا الغرض ديالي، انا بغيت الدنيا ديالي نخدمها لراسي، ما عندي ما ندير به. هو كيقول لك خدام عليك وعلى لاسيرونس، انا مالي يخدم عليا، هو يعطيني ديالي نخدم على راسي. عندي ولدي يخدم عليا، ما يخدمش عليا واحد اخر. عند سميتو مكتب ديال انسه محزون رئيسة مصلحة، ما كتعاملش معنا، ما كتستقبلناش نهائي والو. داروا جينا باش تستقبلنا هي، ما لقينا الباب مسدودة. حاليا دابا كاع الدراري التنسيقية داروا معنا واحد الحل، انا ندخلوا جوج بجوج، ادخلوا حتى واحد ما دار حتى حاجة، كتعطي وعود كذيبة. انا دابا جاي ما كاين حتى حل. علاش؟ هي عندها الحلول مع السماسير واللوبيات، حنا غير ما دنيا، حنا غير الناس. ها؟ ولي جهة ما كيستقبل الناس، ما كيجيو الناس. شافنا الكاتب العام، شاف الناس ديال التنسيقية، أعضاء ديال التنسيقية اللي شاف، الكاتب والرئيس وأمين المال هما اللي شافوا، وما حنا أعضاء ما كيشوفنا حد، كيشوفنا الله سبحانه وتعالى. وحنا مهضومين من حقنا، وخصنا حقنا يرجع لنا، ما خصناش نبقاو ضايعين في هذا الوقت وعهد الغلاء. وما كاينش لي عقل عليك، انا كنلقي في السبيطارات لا ادويه لا والو. خصني الحل ديالي انا، الدنيا ديالي باش نعيش بها كانسان معاق. سيدنا هبها لي باش نعيش بها، واحد اخر حيدها لي. انا ما بغيتش هذاك السيد يحيدها لي، بغيت انا نعيش كيما الناس عايشين. هو راه عايش وانا ما عايش، وانا الحمد لله على كل حال. هاكا السي عبد الرحيم. هاو هاو. السلام عليكم. شوف تي في، كنشكر قناة شوف تي في اللي دائما وابدا صراحة كتكون واقفة معنا في جميع هذه المشاكل ديالنا ديال المأدونيات. الجديد اللي كاين، لانكم انتم متابعين معنا تبارك الله، وعندكم الوعود. هذا الشيء اللي بغيت نقول، الوعود اللي تعطاتنا هو اننا غادي نستقبلوا كاملين من طرف السيدة رئيسة قسم الطاكسيات، تستقبلنا وغتفتح معنا الملفات وتدرس كل ملف على حده وتكتب فيه واحد التقرير وتطلعوا للجهات العليا اللي مسؤوله عليها، اما الكاتب العام والسيد الوالي. واتفقنا على هذه المساله وعطاونا مواعيد من هذا المكتب، هذا هو اللي حدانا، عطاونا مواعيد. فاول مره بداوا المواعيد بداوا باهانات وبداوا بعدم استقبال وبداوا ما عندي ما ندير لك وبداوا انا ماشي شغلي، سيروا شوفوا مع داك الشيء. قلنا النهار الاول يمكن الاثنين كاين شي صعوبه، كاين مشكل ولا هذا. زدنا النهار الثاني نفس الشيء، الاخوان اللي استقبلتهم قالت لهم ما عندي ما ندير لكم. وهذا الشيء كامل كيكون من الكونطوار، ما كتستقبلهمش في المكتب. يعني هذه الوقفات اللي عشنا معكم فيها مده وزمان، يلاه باش يلا استقبال باش تقول لك ما عندي ما ندير لك.
زيد عليها هذه انت انت نتوما تبس تريحوا مع شي واحد فيهم. لا لا ما ما لحد الان بالنسبه لهذا الرئيسه ولا هذا ما جلستش معنا وما حنا جلسنا مع السيد الكاتب العام والسيد الكاتب العام وقع لنا الالغاءات واعطى الحلول وسيناهم واعطاهم لها فيديا وقد صحيح يقدر يقول شو انا الكاتب العام صفتي الكاتب العام شخص كافي يقدر يقول شي واحد ما شافش ولكن ها هو معايا السيد الرئيس راه شاف ومعنا نائب الرئيس راه شاف هذا اسميتو جوج الناس هما راه كيشوفوا الملفات تقريبا شي تسعود ياك اسي مهدي شي تسعود الملف تسينا فيهم الالغاء تلغاو تلغاو وجوج فيهم ديبليكاتا الناظر قال لي هادو تعطيهم الناظر وهادو توقفوا هاد حتى هادوك اللي غادي تعطيهم الناظر او شي حاجه يخدموا بها ما عطاتهمش الناظر ديال الرخصه قالت لهم ها هي كاينه ومسينيه ولكن حتى من بعد هذا هو الجواب اللي حصلوا عليه اما الناس اللي عندهم الالغاء ما عطاتهمش الالغاء قالت لهم لا انا ما عندي ما هذوك جاتني تعليمات من الرباط انايا بان ما نعطيكمش انا هذا الشيء هذا قلنا لا حنا بغينا نعرفوا التعليمات من الرباط شكون اللي عطي تعليمات من الرباط لان حنا كنمشيو الرباط كنمشيو للوزاره الداخليه كيستقبلونا هذا استقبلنا الكاتب العام ونائب مدير الديوان استقبلونا وقال لنا لا خصكم تمشيو للدار البيضاء تما ورحنا عاطين توصيات باش يحلوا معكم الملف كاستثناء يعني كاشخاص في وضعيه اعاقه انتم عندكم واحد الاستثناء فهاد السيده هذه رافضه الاستثناء ورافضه الحوار ورافضه كل شيء وشكرا. ربما في الغالب في الغالب لانه خاصه ما كتبغيش بزاف رئيس التنسيقيه والاعضاء اللي معاه هادو بعدا كنوقفكم في اي وقفه ما كنلقاو حتى شي واحد كيشكي هنا من هاد السيده الا نتوما لان هاد المساله باش نجاوب عليها غتكون صعيبه شويه عليا لان جميع الاخوان كيقول لك اودي كاينه التواطؤات مع الجهه الاخرى حنا هاد المساله ملي ما كتكونش حاجه ما ضابطينهاش ما كنقدروش نهضروا فيها ولكن هذا سمعناه كنسمعوا ان كيجيو ما غاديش نقول النقابيين كيجيو اللوبيات والسماسره كيدخلوا لهذا المكتب وكيقضيو الاغراض النقابيين هادوك بزاف عليهم هادو غير مغطين في ثوب النقابه هادوك تيجيو تيدخلوا حتى صحابهم وكياخذوا الاشياء مزوره كيديروا الدعم بالتزوير كياخذوا استبدال السيارات بالتزوير كياخذوا الدعم المحروقات بالتزوير كلشي كيقضيوه بالتزوير مقابل الاموال بيناتهم ولكن انا ما عندناش زعما شي دليل باش نثبت هذا الشيء باش نقوله وانما سمعت بانه كاين تواطؤ حنا لا حنا غير كنجيو الباب مقفل هو الاول واحد كيتلقى لك هو المخزني هو اللي كتلقاه فقط كيقول لك لا نشور عليك واش دخل او ما تدخلش الا قالت له ما تدخلش راه ما يدخلش الا قالت له داك السيد ما يدخلش راه ما غاديش يدخل وانتم كيف تتعرفوا القانون الدستور ديالنا هذه راه مؤسسه دستوريه دايرها صاحب الجلاله للمواطنين باش كالمرتفقين كاملين يدخلوا لها كمرفق عمومي واذا بها كتولي مرفق خصوصي ديال مدام نعيمه ام حسون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حنا اليوم كنكونوا أمام ولاية دار الإسقاط اللي هو مكتب مساحة الإسقاط كبير اللي هي أسعد مساحة ولكن الحمد لله كما قال الأخ زميل الأستاذ رحيم اللي هو كاتب العام للقوة الشرعية يعني كل الناس عندهم مواعيد باش يستعملوا مع أسعد مساحة ولكن بدون خدمة مهما لا كنا مؤسسة دولة حق القانون وأمن المؤمنين تعطى المؤسسة ما تعطى الحق للمواطنين يعني تحل الحوز ديالهم حنا عارفين الوزارة الداخلية الاختصاص ديالها هو تنظيم الإصلاح وضع التعليمات لولاة العمال من أجل تقليل القطاع أما وزارة العدل الاختصاص ديالها هما الأحكام وتخيل القوى العمومية هذا اللي كان القانون طلعت حنا ولكن حنا تواصلنا من جهة مسؤولة اللي هما الناس الأمن كنخرم لهم شنو دخلوا اللي هو مثل العفوزي والماسه والقلب دخلوا من اجل ينفخوا وعطوا حلول مع هذا المصلحه ودخلنا على الكاظم العام اللي هو قال وين الزياد قال الاخطاط استعملنا وعطانا واحد 10 مليون فات تخيلوا كم انها الناس اللي مات المستقبل قطعوا المعقولات قطعوا المعقولات ديالو والناس اللي مخلصوش حلفوك مخلصوش والعقوب من الكاهك عطاها تعليمات ديال العطاء المستغل وصاحب المقبولية وقيل لهم لحظة وإلا ما بغاش تكمل معاه حنمشي المحكمة هذا هو القانون اللي بغينا حنا ولا طائفة مصلحة سادة الماء ما عرفناش عليها وكانت إلى مؤسسة ولا صحة أخرى ومن يقول لك العاقل وقع عنده حكم والله ما يديه
هبقى مصلحة قبولة معها ويا إدارية أضعها محل قبولة المطالب ديال احنا مغالي القانون مغالي الديمقراطية مغالي الشفافية مغالي المساحة ما دام سلطان سابقا لتنفذ إدارة كخدامة قانونية كتعطي الحق للمستغل وصح المبنية كل المهنيين خلاصاء كتقطع تخدمون تحترموا القانون تحترموا المكان احنا ما عندنا كم مسلم عام احنا عندنا مسلم اذا مصلحة ما تنفذش العقد مثلا العقد ما نبغيش نقص ثاني نهائي انتهى العقد نموذج 6-3 عقد نموذج 6-3 سمعتيني عقد نموذج دابا هادي شي 5 شهور باش تعيد العقد نموذج تفهمتي مع مول الكريمه وكان واحد لا 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 غير غنسلي الا كنت فهمتي مع مول الكريمه وكان بيناتك واحد المحبه واحد العاطفه وكل شيء راه تيجدد معك غير ما متي تعطيه الفلوس راه العقد راه مجدد اصلا ما فلوس ها؟ اصلا ما فلوس شنو؟ اصلا ما فلوس اصلا ما فلوس العقد لا العقد نموذج ما بقاش لا الفلوس ها؟ الفلوس تعطيك الفلوس الفلوس تعطيك فلوسك اما في البنك الشعبي اما ديال الشهر سمعتيني اما سمعتيني هما قال لك اللي ما كيخلصهمش اما هاد مدام نعيمه محجون حتى مدام حتى مدام تصبان مغالطه سمعت مغالطه شكون قال لك ان العقد النموذجي انتهى شكون اول سؤال شكون قال لك العقد النموذجي انتهى وانا شكون انا زبن انا لا لا غير كيتناقش معاك غير كيتناقش معاك انا كنسولو طرحت عليه السؤال قلت له شكون اللي صمت العقد النموذج صمت كاين العقد النموذج شحال هادي مهما كانوا ناضوا النقابات ديال المانيين التاكسيات وداروا كل شيء باش يتعاود يجدد لهم هذه القضيه ديال 6 في 6 وما كايناش دابا تيبقى بينك وبين مول الكريمه مول الكريمه بغاك مرحبا ما بغاك طلع ونعون لا 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 استاذ لحد الان غادي معكم مزيان ولكن هما قال لك ما كاينش شي قانون كيحميهم ما بقاش كيعطيهم فلوس ما بقاش جاو لهنا شنت ليا غدير به غدير دعوه مدنيه سمعتيني ياك ومني غدير دعوه مدنيه هذيك الدعوه المدنيه تاخذ الحكم غتحجز به تحبس عند مدام نعيمه محجون تحبس الطوموبيل ها الحكم كل الحكم غتصمت ليا غديروا مذكره كلكم ياك غديروا مذكره ياك وديوها للديوان الملكي المدير المجيدي سمعتيني وغادي يعيط للوزير الداخليه ووزير الداخليه غادي يعيط لحميد دوش العامل والعامل غادي يعيط له هذيك غير اجون تكنيك ما عندها ما دير سمعتيني هذيك لا حاله لها ولا سميتي هي غير مسيره قالوا لها شدي الباب شدي الباب حلي الباب حلي الباب ما بيديها والو مادام نعيمه محجون ما بيديها والو سمعتيني ونعيمه محجون حتى من مدام تصبان لا 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 الله يعطيك الصحة لا شوف هو مشى معكم بداك الشيء اللي كاين وضح لكم الطريق اللي تبعوها قلقلو عرفت الحكمة ما رانا عرفته لا سي رحيم السيد ملي جينا نتصنتوا ليه قال لك بان هذه السيده الى ما نفذش الحكم كاينين طرق اخرى خصنا نديروهم خلق وهادشي ما درتوش انتم قلنا قلت هو الملك لما قلنا خاطر شنو المطالب ديالك؟ ادوي اه مكمل نوضح واحد السؤال للعام هذا المختار اللومي قسم اخيرا تدعيو من اصحاب المعبوديه كي ياخذوا الدعم قال ما حرقاك شو اصحاب المعبوديه اصحاب المعبوديه ما بغاش ياخذوا الدعم الدعم خاص المهني المساوي
ولا خدمة الدعم، حنا ما عندنا علاقة بالدعم، حنا العلاقة ديالنا هما العقوبة تاعك سنة سنة معاك، والناس عندهم حق قضائي حق حكومة مصر، هذا هو نصر، تحياتي، وفكروا وفكروا على المؤاخذة.